ديفيشن والستاندرد ديفيشن التكرار يعلى والمنحنى يبقى ايه اكثر تدببا، يبقى ايه مدبب اكتر او شارب مور ايه مور شارب. انا محتاج انهي صوره في الغالب؟ الصوره الايديال النموذجيه عايزه ايه؟ المور شارب. المور شارب ولا عايز اللي فيها التفلطح؟ طيب خلاص عرفنا الالفا تلفي عرفناها، ممكن نتنقل على بقى على الحاجه الجديده. انا النهارده بتكلم عن المره اللي فاتت اتكلمنا عن الديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي ايه الاختبارات الوصفيه الاحصائيه اللي هي زي ايه ادر مين ستاندرد ديفيجن ستاندرد ايرور. تمام. طب النهارده انا بعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هتنقل لمرحله ادق شويه من غير الديسكريبتيف ستاتستكس او الديسكريبتيف ستات، مش هقدر اعمل اي تيست احصائي ان هو هيبني عليه. اي تيست احصائي ايه؟ لا مش كله، اي تيست احصائي فيه كومباراتيف. فيه كومباراتيف ايه؟ اناليسيز. يعني ايه كومباراتيف اناليسيز؟ تحليل مقارنات. انا افترض مثلا للهيئه هنا، نفترض جدلا يعني انا عندي نوعين من الهرمون بتوع النمو هستخدمهم، هرمون A وهرمون B. تمام. انا في افتراضي الاحصائي بقول ان هرمون A تمام او النظريه الفرديه بتاعتي هو هو نفس الهرمون B، ما بيطلعش ايه فرق في الايه في النتيجه بتاعتي. خلاص. الافتراضي الثاني اللي عكسه ان انا اقول ان هرمون A مش زي هرمون B. طب امتى ده يبقى هرمون A مش زي هرمون B؟ لما يحصل عكس الافتراض اللي انا مفترضه. ايه اللي يحصل؟ ان القيمه المعنويه بتاعتي المحسوبه او الاحتمال المحسوب بتاعي اللي انا مقدره تمام يبقى اقل من 5%. يعني يبقى فين؟ بعيد عن منطقه التيل. يبقى بعيد عن منطقه الايه؟ التيل. هيعكس نوع من الستاندرد ديفيشن، يعني هيعكس درجه من الانحراف المعياري وهيعكس درجه من الستاندرد ايرور، بس الايه؟ بقيمه اقل من اللي موجوده فين؟ في الالفا تيل. معايا؟ يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان الداتا بتاعتي ايه؟ سيجنيفيكانس. يعني ايه سيجنيفيكانس؟ يعني الهرمونز اللي انا بستخدمها لا عملت اختلافات ليها تاثير. ليها ايه؟ تاثير. قد يكون التاثير ده بالسلب، قد يكون بالايجاب، ده حاجه راجعه لايه؟ لطبيعه الهرمون اللي انا بستخدمه. لكن انا ببص على النتيجه الاحصائيه، ببص على ايه؟ لو افترضنا جدلا انه لازم يدي نتيجه ايجابيه، يبقى لازم يبقى ايه؟ اقل من ايه؟ من 5%. طب انا فرض ان هو بيدي نتيجه سلبيه، يعني هيديني نتيجه سلبيه يعني ايه؟ يعني ان ما في لا ان ما فيش فرق ما بينهم، يبقى هيروح في ايه؟ في منطقه الكريتيكال اير. خلاص ما فيش فرق ما بين الاثنين هرمون، ما ادانيش اي نتيجه سيجنفكنس، ما ادانيش اي تاثير معنوي مطلوب او محسوس، يعني حاجه اقدر احسها سواء كان نقصان او ايه؟ او زياده. دي حاجة راجعة للنظرية بتاعتي، يعني واحد يقول لك والله أنا عايز الهرمون ده أصلا المفروض يعني بالنسبة لي أنا يقلل النمو. أنا بعمل تجربة على الهرمون وعايز أعرف إن هو بيقلل النمو. يبقى لازم الريزلتس بتاعتي تبقى إيه؟ أقل من 5%. الاحتمالات بتاعتها تبقى إيه؟ أقل من 5%. أه. الكومباراتيف ستاتستكس ده بنقول عليه كومباراتيف بتوين مينز. كومباراتيف بتوين إيه؟ المقارنة بين المتوسطات. هرجع لمعلومة قديمة سابقة. هل معنى ان انا عندي تو جروبز المتوسط بتاعهم واحد ان مفيش اختلاف ما بينهم؟ لا، ممكن الستاندرد فيجن بتاعهم ايه؟ مختلف. يبقى البيك بتاع ده واخد شكل والبيك بتاع التاني النورمال ديسيبشن واخد ايه؟ شكل تاني. يبقى الستاندرد فيجن هنا غير هنا. معايا حضراتكم ولا مش معايا؟ اقولها تاني؟ طب انا عايز اسنس الكلام ده، فانا عندي ايه؟ نوع من انواع التيست الاحصائي اللي بيعمل كومباراتيف مينز اسمه تي تيست او كومباراتيف ستاتستكس. هناخد الايه؟ تي تيست. التي تيست ده منه نوعين، بيرد وانبيرد. يعني ايه بيرد ويعني ايه انبيرد؟ بمنتهى البساطه عمليه سهله خالص. لو انا عندي ده حوض سمك، ركزوا معايا، عندي ده ايه؟ حوض سمك وعندي مجموعه من الاسماك عايشه فيه. رحت جاي حاطط فاصل ما بين الايه؟ في الحوض، قسم الحوض ايه؟ نصين. ورحت جاي مغذي هنا بالهرمون هنا، هو نفس الهرمون، نفس الفاكتور.
او نفس العام نفس المصنع غزيت بيه هنا تمام وما غزيتش بيه الناحيه الثانيه وما غزيتش بيه ايه الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل ادينا فرق ايه اللي هيحصل اكيد هنا في حاجه هتحصل يا زياده يا نقصان عايز اشوف اذا كانت الزياده دي معنويه او النقصان ده معنوي يعني يا ده يا ده عايز اشوف كان في زياده معنويه في الوزن بتاع السمكه يا نقصان معنوي يا اما ده يا اما ده يبقى انا بدور على مين على الاحتمال بدور على ايه عشان اقارن بين متوسطات اوزان السمك هنا ومتوسطات اوزان السمك هنا يعني لو طلعت معنوي يبقى لازم احتمالها يكون اقل من 5% يعني بعيد عن منطقه الكريتيكال اريا يعني موجود في منطقه فيها فريكوانسي يعني في تكرارات يعني في منطقه قريبه من المينز يعني انحرافها المعياري قليل يعني الستاندرد ايرور بتاعها ايه قليل تمام طب انا هعمل الكلام ده ازاي يبقى انا هطور التيست بتاعي من ان انا يبقى عندي متوسطين واتخدع فيهم واقول ده متوسطاتهم واحده واكتشف ان تباينهم ايه مختلف صح يبقى اللي يحكم هنا ويديني السيجنيفيكانس ريزلت مين التي تيست نشوف مع بعض التي تيست يبقى ده اسمه ايه بقى اللي انا عملته ده اسمه بيرد اسمه ايه بقى يعني في ازواج بيرد اكتب معايا ملحوظه كده التي تيست في حاله البيرد او في حاله الازواج واحد بيكون في نفس الجيوغرافيكال لوكيشن يعني في نفس الموقع نفس الموقع اللي قدامي داخل حوض واحد مثلا داخل حوض واحد ات ذا سيم جيوغرافيكال لوكيشن يبقى دي واحد اثنين ها في حاجه ثانيه لا متفرقش معايا بين سبيشيز واحد او كده المهم ان الفاكتور اللي في ايدي والطريقه اللي انا عملتها في تصميم التجربه ان انا قسمت حوض السمك حتتين والفاكتور اللي في ايدي جزء بيتعامل وجزء ما بي ايه ما بيتعاملش زي فكر بالظبط زي معامله واحده هو زي نظام الكنترول مثلا ده بنسميه معامله غير مستقله غير ايه مستقله يعني ايه يعني هنا وهنا بقيس هنا وهنا غير مستقله زي ما اجيب ورقه نبات اكتب عند حاجه كده غير مستقله المعامله غير مستقله يعني في الاثنين مع بعض لينكد ببعض معنى صح تمام طيب هما في نفس الموقع الجغرافي ممكن تجيب ورقه نبات تروح مغطي نصها ورق فويل والنص الثاني معرضه للضوء في مشكله يبقى في نفس الموقع ولا لا ده اسمه بيرد اسمه ايه بيرد يبقى الحاجه اللي فيها ايه سيمتريه حاجه اللي فيها ايه سيمتريه يعني هتعمل حاجه فيها سيمتريه تقسم موقع نصين ورقه هتغلف جزء وجزء لا تجيب سمكه تغطي المقدمه بتاعتها تمام وتسيب الجزء النص الثاني معرض لمعامله معينه تمام اي حاجه هتعمل فيها تقسيم او سيمتريه هيبقى ايه هيبقى له ايه ها بيرد تي تيست تمام طيب تاني حاجه الوقت او الزمن ان انا مثلا اجيب سمك احط دراج يرفع ضغط الدم عندها تمام معايا وبعدين اقيس الدراج قبل وبعد يعني ايه قبل وبعد يعني اجيب السمكه من غير ما اثر عليها بالدراج اشوف ضغط دمها ايه واجي بعد الايه الدراج اشوف ضغط دمها باين يبقى بيفور اند افتر بيفور اند ايه يبقى ده بيرد ولا امبيرد ده بيرد بيرد مش قبل وبعد مش هي نفس السمكه وانا بقيس بتوقيت نفس السمكه بس انا بعرف باخد القرايه قبل وبعد افتكر ان مفيش استقلال انها غير مستقله يعني المعامله نفسها وطريقه الاجراء نفسه غير مستقله يعني الفاكتور اللي بستخدمه بطريقه غير مستقله معايا يا فندم يبقى بيرد نوعين يا اما بيفور وافتر يا اما موقع في سيمتري زي مثال مثلا قبل الاكل وبعد الاكل انا اكلت هل ضربات قلبي قبل الاكل زي بعد الاكل بس كانش في نفس الوقت ما انا هاخد الوقت قبل وبعد حاجه قبل المعامله هقيس ضغط دم الدكتور مصطفى وبعد ما اروح ماكله بعد كده اقيس ضغط دمه اشوف الدنيا اخبارها ايه لو احنا لاحظنا اعتقد ان هتلاقي سيمتريه بقى لان نفس الشخص بنفس الكونديشنز بس انت غيرت يعني المعامله ممكن اعملها بين مثلا سيمتريه او مثلا
حضين لا عندي حوض وقسمته حتتين ممكن اعمل حوض هنا وحوض هنا لا ده غير مستقل دي مستقله ده حوض وده حوض ده حوض لكن لازم في ذا سيم حوض نفس المكان ليه بقى ليه ذا سيم حوض ذا سيم بوم نفس البركه سيم معايا مش معايا حضراتكم عرفنا البيب طب الامبر عمليه بسيطه خالص عندي هرمون ايه هرمون بي وعندي سمك هو نفس السمك بس بقى مره بقدر بالهرمون ايه ومره بقدر بالايه بالهرمون بي ايه المشكله عندي حتى لو في نفس الحوض هتفرق معايا عندي تو ديفرنت هرمون الفاكتورز مستقلين هرمون ايه ده فؤادي مين هرمون ايه ما ينفعش احط نفس الحوض يعني ده حوض وده حوض عشان بس اعرف حتى لو في نفس الحوض اهم حاجه ان انا عندي الفاكتورز مستقله اندبندنت مستقلين لكن الفاكتور هنا ما فيش فيه استقلال في الاولانيه في البيب ده انا بجربه بتكلم مثلا هرمون ايه وهرمون ايه عشان انا اعرف الاختلافات فلازم ده في الحوض وده فوق عشان اعرف التفصيل حسب تصميم تجربتك انت راجع لتصميم تجربتك انا اللي يهمني السمك معلش انا عشر سمكات موجودين في الحوض انا اللي يهمني كراجل بتاع ستات اسالك سؤال واحد باي ستات اندبندنت ولا نون اندبندنت؟ بناء عليها النتائج هتطلع صحيحه مظبوط هتطلع انا بس عايز سؤال باي ستيت قصدي انا فاهم قصدك لكن اقصد اندبندنت ولا نون اندبندنت انا راجل بتاع باي ستيت انا اقول لك اندبندنت ولا نون اندبندنت تقول لي لا ده هرمون وده هرمون لا خلاص ده نون اندبندنت معايا حتى لو كانوا في نفس الحوض وانا مثلا معلمهم بمارك هم تو ديفرنت فاكتور حتى لو في نفس الحوض في نفس المكان بس افرض التجربه فرضت عليك حوض واحد لما كان في الاول برضه اللي هو في البيرد كان في نفس الكلام يعني انت كنت بتقدر تعمل كنترول وما بينهم لا انسى كنترول ما خدش كنترول هنا خالص انا بتكلم على بس معلش ممكن اقول حاجه بس ثواني لما بتقارن ما بين اثنين دواء يبقى خلاص انت كده بتقارن امبير لما بتقارن ما بين دواء واحد هل ليه تاثير ولا ملوش تاثير يبقى بيرد يعني المهم العامل بص ركز فاكتور واحد بيرد ركز في اندبندنت او ثلاثه او اربعه او خمسه بقى خلاص مش فاكتور واحد امبير بتستخدمه على نفس الحجم طيب تصدق بالله ان انت فهمتني تجربتي انا شخصيا لان انا شغال امبير ومش يعني شغال هم قالوا لي اعمل كده ما انا عملت والله ما بهرب طب هم لو خدين بنفس المزرعه طب ما ليهم الايبرومين تمرانتا واحده والسورس لا حضرتك بصي غالبا انا بعمل ايه انا معايا فاكتور واحد وعندي حضين جيت رحت ليه كده في الحضين اسيبهم حتتين بيبقى امبير هو فاكتور واحد انسى وده عشان الظروف العينه كانت ظروف العينه نفسها عندي حوض يا جماعه واحد اتقسمه حتتين فبقى حوضين حوض كده حوض كده تمام وجبت نفس الفاكتور رميته هنا وهنا ايه المشكله؟ في مشكله؟ طيب يبقى انا وانا بصمم التجربه لازم اكون حاطط في دماغي الفاكتور بتاعي مستقل ولا غير مستقل؟ دي اساسي في ايدي وكون فاهمها كويس اصلا منطقيه انا بقول لك تو ديفرنت هرمون يبقى انا بقيس حاجات برد ولا امبرد؟ طيب بلاش انا جيت دلوقتي ضغط دمي قسته بعد ما خدت دواء معين وقسته قبل ما اخد الدواء دواء واحد دواء واحد فاكتور ولا مش فاكتور؟ عايز تقيس تاثيره لكن هنا عايز تقيس طب انا بالظبط انا مثلا جبت دوايين وهقيس ضغط دمي يبقى ده برد ولا امبرد؟ دوايين هقيس مره ضغط دمي كده ومره ضغط دمي كده ايه علاقتها بقى قبل وبعد ما اتكلمش على قبل وبعد خالص يعني زاد عن واحد معايا لكن انا بميز البرد بالبيفور وافتر امتى لان طبيعي ان هو الفاكتور اللي هستخدمه قبل وبعد يعني انا هعرف تاثير الدواء ازاي غير لما اعمل بيفور وافتر لو معايا دواء واحد هعرف تاثيره ازاي لازم بيفور وافتر معايا مش معايا تمام معانا يا باشا؟ معاك يا باشا. طيب نكمل مع بعض بقى نشوف التست ده هنعمله ازاي؟ طيب الموضوع بسيط خالص اسهل مما نتخيل. ما وكمان مثلا اجريكلتشر خالص تمام هنبتدي بالايه بالبيرد انا بقدر البالس ريت معدل نبضات القلب بتاعتي
وعندي في الفريكوانسي بتاعي او في السبجكت يعني واخد 8 قراءات، الثمان قراءات بيفور ايتينج وافتر ايه؟ ايتينج، قبل الاكل وبعد الاكل. فانا ببص كده اهي ادي الفاليوز بتاعتي اللي انا قدرت بيها البالس ريت، طلعت المين، شوف شوف الخدعه هنا 85 و90 فرق قد ايه؟ هتقول لي دول اللي قريبين قوي ودول متوسطين زي بعض، ده مفيش فرق ما بينهم، مين قال لك؟ مش تبص كده تشوف التي تيست بيقول ايه؟ التي تيست قال ايه؟ 6 من ايه؟ من 1000 تمام؟ ال 6 من 1000 دي اقل من 5% ولا اعلى من 5%؟ اقل من 5%. 5% يعني ايه؟ 5 او بوينت. هنا في او كام؟ يبقى 5%. طب دي اقل ولا اكبر؟ اقل. تبقى سيجنيفيكانس ولا نون سيجنيفيكانس؟ يبقى اذا في فرق فعلا بين ضربات القلب قبل وايه؟ وبعد الاكل. يبقى البالس ريت في تاثير، في قراءه معنويه ضربات القلب قبل الاكل وبعد الايه؟ وبعد الاكل. يبقى اذا الفاكتور اللي انا كنت بقدره كان ايه؟ ضربات القلب. معايا؟ يبقى اذا فعلا في فرق معنوي بالنسبه لضربات القلب قبل وايه؟ وبعد. يبقى بيفور وافتر. جبت هنا التي تيست ازاي؟ ما احنا هنشوف دلوقتي بقى هنجري بقى ازاي؟ هو ده دي الفكره. طيب انت مش لاحظين السي اي اللي هي سباك كونفيدنس انترفال؟ طيب قارنوا كل واحد بينهم بالنسبه للمتوسط بعيد عن المتوسط. كل قيمه لكل عمود تلاقي الكونفيدنس انترفال بعيد عن الايه؟ ده يديك ايحاء مبدئي واولي بان الداتا دي ممكن تبقى سيجنفيكانس. معايا؟ ليه؟ لان الكونفيدنس انترفال او حدود الثقه بتاعي بعيد عن مين؟ عن قراءه المتوسط. معايا ومش معايا؟ معايا ومش معايا؟ تعرفين معنى ان السي اي بعيد عن المتوسط يعني معناه ايه؟ معناه انك بتتشتت حوالين المتوسط. خد عندك معلومه، الكونفيدنس انترفال كل ما كانت بعيده عن المين او المتوسط كفاليوز كقيم، كل ما اداك ايه؟ ها؟ دلاله على ان الداتا دي بتتوزع توزيع طبيعي. الداتا دي بتتوزع توزيع ايه؟ طبيعي. تاني الكونفيدنس انترفال او حدود الثقه، تمام؟ او القيمه بتاعت حدود الثقه اللي هنتكلم عليها دي هو بارامتر لقياس، ها؟ بارامتر لقياس اذا كانت البيانات دي بتتوزع او خاضعه للتوزيع الطبيعي ولا لا. واحد. اتنين، بيعكس حجم الايرور. بيعكس حجم الايه؟ الايرور. كل ما قل عن المتوسط كل ما كان حجم الايرور ايه؟ صغير. ثلاثة، بيديني مؤشر أولي أو مبدئي إن التست اللي أنا هجريه لقراءة المعنوية تست إيه؟ سيجنفكتس. هيدي نتيجة إيه؟ سيجنفكتس. وعشان نتأكد نعمل الإيه؟ التي تيست. تمام؟ يعني أقصد ما تاخدهاش من أولها شربي كده، هذا الكونفدنس انترفال أقل من المتوسط بكتير، لازم هتطلع سيجنفكتس. لا، ده مؤشر مبدئي. نتاكد بالايه؟ بالاحتمال، ان كل شيء خاضع للايه؟ في الاحصاء الايه؟ الاحتمالات. طيب التي تيست قلنا المعادله في الاكسل شيت بتبتدي بايه؟ ايكوال، وبعد كده الايه؟ الاف اكس او الفانكشن او الفورمولا بتاعتي او الفورمولا بتاعتي او الفانكشن بتاعتي، وبعد كده افتح قوس اخد المدى. المدى هنا من كام لكام؟ اهو ده لو افترضنا ان العمود ده اسمه بي، ان العمود ده ايه؟ بي، والعمود ده اسمه ايه؟ سي. يعني الكولر نيم في الاكسل بيتسمى اي بي سي، ممكن تسميه 1 2 3 4، لكن هو انا احسن ان انا اسميه بي، فده بي. يبقى من بي كام؟ 21 لغايه بي كام؟ 28. معايا؟ كوما. يبقى انا اول رينج، يبقى انا خلصت ايه؟ اول رينج. معايا؟ طب تاني رينج سي، ها سي 21 سي كام؟ 28 كوما، تمام؟ ها اتنين وإيه واحد دي بقى؟ ده البيرد والأندر. جميل، مظبوط. طب اتنين ده اللي هو ايه؟ الطيب، مظبوط. واحد ده البيرد اللي هو الألفا تيل.
واحد الفا تيل ولا الاثنين الفا تيل؟ مش انا عندي النورمال ديستريبيوشن كيرف ليه اثنين الفا تيل؟ انا هشتغل على واحد منهم. هشتغل على ايه؟ في مشكله عندي هما الاثنين النص اللي هنا هو النص اللي هنا، فاشتغل يا اما يمين يشتغل يا اما ايه؟ شمال. فانا هاخد مين؟ واحد. يبقى انا كده خلصت معطيات المعادله. يبقى تاني معطيات المعادله كالاتي: تي تيست. نعم. تي من واحد لسه تي؟ لا، ما انا هغيرها بقى. انا هقول لك اهو، لو انا شغال على بيرد يبقى انا اقول ايه؟ تايب 2. انا سوري انا اسف. ال سوري انا عكست. البيرد تي تيست هيبقى تايب 1 والان بيرد يبقى تايب 2 اللي هو الرقم الثاني. يعني اما 1 و1 ممكن نعملها مع بعض عملي وهنشوفها. لا تاني ادي الرينج يا جماعه. اول حاجه الرينج خلاص. تاني حاجه بقى هنتكلم عن التايب، وبعد كده الفا تيل معايا. هنتكلم عن التايب ونتكلم بعد كده عن الايه؟ الفا تيل. نشوف مع بعض المعادله بتتكتب ازاي. تمام. تايب 2 اللي هو امبيرد، تايب 1 اللي هو البيرد. ماشي. تعال نشوف مع بعض بنكتب المعادله دي ازاي. لما نعملها عملي هتبقى سهله عليكم. ادي اول بروجرام، اجي هنا اهو على مايكروسوفت اوفيس اكسل. تمام. انا حاجة على مايكروسوفت اكسل 2007 هتتضح كل حاجه هتبان دلوقتي. لا بص بصوا معايا، انا هجيب لكم مثال. انت القلم اللي هي بتاعها مع الدكتور محمد معانا فوق. القلم اللي هي لا ما تنكوش ما تنكوش الصراحة. بصوا معايا كده حضراتكم. لا ما تنكوش. المثال اللي هو كان قدامنا ده ماشي، ده هو كده ايه؟ ممكن نبقى نعمل ده. انا خدت المثال، مش هتفرق يعني، انا واخد مثال اهو. فاتح كذا واحد تقريبا. اكسل التاني معلش. مثال قدامنا اهو حضراتكم على التي تيست اهو قدام بعض. بصوا معايا حضراتكم، ممكن يا جماعه نبص مع بعض. طيب فيرتلايزر A وادي فيرتلايزر B، ده بيرد ولا ام بيرد؟ ام بيرد. بص كده معايا، ادي تي تيست اهو. بيقول ايه في التي تيست هنا؟ الري اللي هو الاولاني او المدى الاولاني، وبعد كده المدى الايه؟ الثاني. عاملهم بلونين، واحد ازرق واحد ايه؟ اخضر. دي مشكله. طب كوما التيل اللي هو ايه؟ تو تيل. تمام. والتايب اتنين معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ نقولها تاني. الاري الاول اللي هو لونه ازرق، الاري التاني اللي لونه ايه؟ اخضر او الرينج التاني، وبعد كده التيل اللي هو ايه؟ في المنحنى الطبيعي مش ليه تو تيل يا جماعه؟ تمام. هقول هنا تو تيل ولا وان تيل؟ ايوه احنا نقول وان تيل. يعني امتى نقول واحد ولا اثنين؟ بصوا موضوع 1 تيل و 2 تيل، احنا اتفقنا ان النورمال ديستريبيوشن كيرف في سيمتريه اللي هنا زي اللي هنا. تمام. لو انا اتكلمت على 2 تيل يبقى انا بوسع الاحتمال بتاع المساحه، مفيش مشكله. ايه المشكله؟ ممكن القيمه تطلع بالنيجاتيف الناحيه الثانيه. معايا ولا مش معايا؟ مش ممكن الاحتمال يطلع بالنيجاتيف الناحيه الثانيه؟ مش اتفقنا ان دي مساحات يا جماعه؟ مش ممكن تطلع الناحيه الثانيه تروح قرب التيل الثاني؟ يعني لو عملت كده اهو ممكن يبقى هنا وممكن يبقى هنا. هنا بوزيتيف، هنا السيجما انا اسف او التباين بالبوزيتيف، وهنا التباين بالايه؟ بالنيجاتيف. خلاص في دي مش مشكله، ده معطى انا بديهوله. معطى انا ايه؟ بديهوله. ما تفرقش معايا بقى في التيست، انا بس بتاكد بوسع الرينج بتاعي. ممكن يطلع الاحتمال بالنيجاتيف، وعلى فكره بيعكس الاشاره في اثناء المعادلات اللي درس منكم احصاء عاديه، تلاقي ان التي تيست ده في الاخر خالص بيعكس الاشاره. عشان تحسب لك احتمالات لازم يعكس الاشاره.
يعني ايه عكس الاشاره؟ يعني مفيش حاجه اسمها تطلع بالنيجاتيف. بيعدي في المعادله عشان تطلع قيمه موجبه بس، لكن هي في النهايه يا اما في الليفت سايد يا في الرايت ايه؟ سايد. معايا ولا مش معايا؟ طيب ما هتفرق لو كتبنا التيل الاول او التايب الاول؟ ممكن نشوف الاحتمال ونشوف القيمه بس، قيمه البروبابيلتي نشوف هتتغير ولا لا. اهم حاجه بالنسبه لي انا اكون عارف ان انا عندي رينج تمام، وان انا اكون عندي عارف التيلز بتاعتي هاخد تو تيل ولا وان تيل، وانا بتكلم عن التايب انه تايب دلوقتي ها بيرد ولا ان بيرد. هو حاطط في المعادله بيقول لك البارامتر هنا او في الاكسل بيقول لك اتكلم عن الان بيرد اهو. بصوا حضراتكم هو الهيلب بقى لذيذ قوي في الحته دي اهو. بيقول لك بيقول لك تايب 1 بيرد معايا وتايب 2 هيبقى ايه؟ منطقي هيبقى ان بيرد. دي معطيات في المعادله، دي معطيات في المعادله. يعني انا عشان اقدر اشغل معادله في الاكسل لازم اكون عارف المعطيات بتاعتها، لان انا مش هكتبها بالورقه والقلم، انا بديها له معطى. معايا ولا مش معايا؟ بديها له معطى عشان احدد نوع التست واميز. انا دلوقتي مش مصمم تجربتي، هو هيفهم البرنامج ازاي ان ده بيرد ولا ان بيرد؟ يعني ينفع اديله بيانات كده هو يفهم اوتوماتيك ان دي بيرد وان بيرد؟ هيفهمها هو ولا انا اقول له؟ معانا مش معايا؟ طيب نشوف بقى النتيجه اجراها ازاي. لو انت عايز تشتغل زي المره اللي فاتت، لو حبينا نذكر بعض كنا بنعمل ايه؟ لو انا مش عارف تي تيست بعمل ايه؟ ها بكتب بس بكتب كده همسحها ديليت اهو قدام حضراتكم واقول له يساوي ها ملون ملون. طب انا مش عارف ادوس ايه؟ انسيرت فانكشن. ها اعمل ايه؟ ادور على اول، افتح اول وبعدين اجي هنا تي تيست، ابص هنا اهو على المعادله. هو بيقول لك ايه؟ ريتيرن ذا بروبابيلتي اسوشيتد وذ ايه؟ ستادنس. ستادنس ده اسم العالم تي تيست ماشي. اقول له اوكي وادي الطيب. اخد مع بعض الاريه يا جماعه، ركزوا معايا الناس اللي مع بعض ركزوا معايا. اخد الاريه الاولاني، شايفين انا بعمل ايه؟ ادي الاريه الاولاني. اخد الايه؟ الاريه الثاني. العلامه اللي ما بينك يا دكتور ده ضرب في العصا ايه يا فندم؟ علامه الضرب. سوري يا دكتور معلش، العكس. العكس على قد ما انا فاهم. على ايه؟ البي الاول وبعد كده الايه؟ مش هتفرق معايا. مش هتفرق؟ سؤال بيساله الدكتور مصطفى، بيقول لي وانت بتاخد الاري، خدت الاري الاول ولا الاري الثاني تفرق معاك؟ المهم ان انا اغذيه بني ايه؟ بالتو سيت اوف داتا نفس البيانات معايا؟ عشان ما يحصلش لخبطه، اصل انا مش اسطمبه، معايا ولا مش معايا؟ طيب التيلز احنا قلنا هناخد ايه؟ تو تيل. طيب والتايب ها هو كاتب ايه؟ بيرد ولا ان بيرد؟ البيرد كام؟ واحد. طب الثانيه؟ تو. اهو في ثلاثه دي حاجه ثانيه دي تست حاجه اسمها ايكوال فارينس. اوكي ايه اللي حصل؟ ثلاث اعلى من خمسه. لا اعلى من خمسه. يبقى ده مؤشر لايه بقى؟ ده مؤشر لايه؟ انسجنفكنس صح؟ طب ليه دي انسجنفكنس؟ يعني معناها ايه؟ مش ده فيرتلايزر ايه وده فيرتلايزر بي؟ ده معناه ايه؟ مفيش فرق ما بينهم على اوزان البطاطس. دي كانت اوزان بطاطس، درنات بطاطس، اوزان درنات بطاطس بيقدرها وبيستخدم فيرتلايزر ايه وفيرتلايزر ايه؟ فلاحظ ان السيجنفكت ان مش مدي اي ايه؟ تاثير. خلاص يبقى انا ملهاش دعوه، ملهاش لازمه استخدم الفرتلايزر ده لو انا فرض فرضيه ان ايه؟ ان لازم يكون في فروق ما بينهم. ارجع بقى للنظريه الاساسيه اللي هي بتقول ايه؟ النظريه الفرضيه بتقول ايه؟ ان المين الاول هو المين الثاني. دي النظريه الايه؟ الفرضيه والاساسيه، دي اللي هقبلها. ليه؟ هقبلها ليه؟ لان عندي البروبابيلتي طلعت كام؟ 7 7 من 100 اكبر من 5 من 100%. طب لو كانت 7 من 1000
10,000 يبقى اقبل النظريه البديله. النظريه البديله اللي هي ايه؟ ها يعني في فروق ما بينهم، يبقى مين الاول مش زي مين التاني. معايا؟ يبقى انا عندي نظريتين. النظريه الاولى بقبلها امتى؟ لما تكون البي البروبابيلتي المحسوبه اقل من 5 من 100%. تمام؟ والعكس اجي اقول ايه؟ امتى اقبل النظريه البديله؟ النظريه الفرديه. اقبل النظريه الفرديه لما تكون البي مالها المحسوبه مالها اكبر من 5 من 100%. معايا؟ النظريه الفرديه اسمها النال، اسمها نظريه الايه؟ نال هايبوثيسز، او بيسموها الثيوريتيكال الثيوريتيكال اناليسيس، او الايه؟ التحليل النظري، او النظريه، او نقول عليها ايه؟ المعادله النظريه او الفرديه النظريه. تمام؟ الفرضيه البديله بقى اللي هي ايه؟ اللي هي النال نال، نقول ايه بقى فيها؟ انها اقل من 5 من 100%. يبقى عرفنا ده بالنظريه البديله امتى؟ لما اكون عكس النظريه الايه؟ الفرضيه. معايا مش معايا حضراتكم؟ ده مثال. ده كان بيرد ولا امبيرد؟ كان امبيرد. امبيرد. طب ممكن تعملوا بقى مثال بيرد قدام احنا مع بعض؟ ماشي. نعملها ولا ما نعملهاش؟ نعم يا فندم. حدود الثقة جربتها امبارح. حدود الثقة؟ طلعت فوريات بي ار، ان في اي ار، دي بقى خطأ بيانات. الايه؟ الخلية كتبت لي بي اي ار، دي خطأ بيانات. ده في حاجة كده غلط في المعادلة. أو بمعنى أصح في المعطيات. أنا عايز أقول لكم على حاجة في الإكسل فيها مشكلة، ممكن أشرحها لكم بسرعة. أحياناً الكوما أحياناً وأنت بتكتبها في الإكسل ما ياخدهاش كوما، ياخدها سيمي كولن. يعني كومه وفيها نقطه، كومه وفيها ايه؟ نقطه، اسمها سيمي كولن. ليه ده؟ ليه؟ راجع الاوريجينال سيتنج اللي عندك في الويندوز. السيبريتور او الفواصل بتبقى موجوده في الويندوز ايه؟ سيمي كولن في نظام التشغيل. عايز تغيرها خش على الاوريجينال سيتنج وغيرها. معايا؟ طب انا مش هعمل كده. لو لقيته اداني ايرور والمعادله سليمه ومكتوبه صح والمدخلات مظبوطه، اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ اجرب يا اما كولم يا اما سيمي كولم. معايا مش معايا فادي؟ ده ترابل شوتنج، يعني حاجه كده اثناء وانت بتشتغل. ممكن نجرب مع بعض بقى ايه البيرد. مش احنا خدنا الامبيرد، ناخد الايه بقى؟ البيرد. فين بقى مثال البيرد؟ فوق اهو، انا هجيبه قدام حضرتك عشان تكتبوا الارقام. ما تعملش حاجه اكتر من انك تكتب ايه؟ لا انا اسف، البيرد تحت اهو. هتكتب ايه؟ اكتب بيفور ايتينج وافتر ايتينج بس، واكتب لي دول. لا تكتب لي سبجكت ولا بانس ريت ولا القصه دي، ما تعملش حاجه. معايا مش معايا حضراتكم؟ عشان في حته صغننه قوي عايز اشرحها الحته دي، بس حلوها وبعدين نتكلم. يعني حلو دي وبعدين نتكلم، مش عايزين كله مره واحده، عشان لازم يبقى في خطا يحصل عشان ايه؟ تتذكر. معايا؟ نكتب؟ تيلز وبعد كده اعمل زوم. توزيع بتاعه. انا بديله ايه؟
يعني القيمة اللي طلعت تتضرب في مين؟ طب إذا ما ضربتش في مين؟ تبقى تيجي كالكوليت تمشي بيها ولا ما تمشيش الدنيا؟ حتى انت تبص في الجدول، وانت تبص في الجدول ليه؟ ما نطلعها نسبة ورايح جبالك في وقت؟ عندك تايم؟ انت عندك وقت؟ عندك وقت؟ مش الفكرة، أصل أنا بدور على حاجة أعملها كالكوليتر والناس ماشية معايا. أنت ما بتطلعش كالكوليتر حتى بتطلع لي نسبة. بتبدأ كده برسنتج ما تبقاش لازم تبقى نسبة لأنه ما أقدرش أحكم على عشان حد طب ممكن نسمع زميلنا أحمد؟ لازم تبقى نسبة عشان أقدر أقول صح أو يعني أكبر من 5% أو أقل من 5%، إنما القيمة مش هقدر أحدد بس الموضوع بسيط جدا كقيمه هحدد منين صحه او خطا التست بتاعي معنويته ناس احدد معنويته منين احدده بالنسبه ولا احدده برقم هو الرقم مؤشر لحاجه لكن النسبه هي اللي ايه هتبقى المؤشر بتاعي اقل من 5% او احلى من 5% معايا طبعا الناس عليها تشوف الكونفيدنس انترفال بس لسه هي دي موجوده نعم. إيه نفس الشرطة الكبيرة؟ هي 5% شرطة كبيرة. عايز تقربه لما تقربه هيطلع. يا جماعة ما حدش يقلق من كلمة إيه. إيه دي معناه إن الرقم على الأقل حسبة كبيرة. لو جيت تقرب الرقم هيبان. بيسموه scientific number. تعالوا نشوف كده مع بعض الكونفيدنس انترفال بتتعمل ازاي افكركم بيها هي. لو على مثال على المثال بتاع الفيرتلايزر ايه وفيرتلايزر بي معايا مش معايا بص الكونفيدنس معموله ازاي يا جماعه اول حاجه ادي المعادله بعد كده احنا قلنا ايه الكريتيكال اريا بضيفها في المعادله ليه عشان انا اقول له انا عايز اشوف نفسي فين انا في الكريتيكال اريا الاحتمال بتاعي او النسبه بتاعه البي فاليو في الاحتمال بتاعتها واقع في الكريتيكال اريا يعني هي اكبر من 5% يعني ايه اكبر من 5% يعني انا ببعد عن المتوسط ورايح ماشي فين بقيت في منطقه الكريتيكال اريا هو ده كلمه اكبر من 5% يا جماعه عايز اعيد تاني ممكن تسمعوا معايا الحته دي بعد اذن حضرتك عايزين ورقة معلش بقى انا مفتاش نرمى السوق طلع جبل بص حضراتكم اهو بصوا معايا هنا ادي 5% دي كريتيكال اريا لو انا اكبر من 5% اروح فين؟ اهو خطه وهرس خطه هرسم خطة لو انا اكبر من احتمال 5% اروح فين؟ اروح كده صح؟ مش انا عندي الخط ده هيمثل الكريتيكال اريا او الخط اللي انا هقيس منه تمام؟ من هنا من عند التكرار ده اروح فين؟ بعيد تمام؟ يبقى هنا الايرور ولا لا؟ يعلى ولا يزيل؟ يعلى طب لما اقل من 5% اروح فين؟ هنا
معايا مش مهندس معايا اهو الخط اهو 5% اهي لو انا اكبر من 5% يبقى انا فين الايرور اقل من 5 الاحتمال برسنتج بتاعت البي فاليو اقل من 5% تروح فين يقل بقى يقل هو ده فكره الاقل من 5% معايا مش معايا اقول تاني اقولها تاني ده احتمال يا جماعه نسب سهله ولا صعبه سهله افتكرها دايما انت في الالفا تيل ولا في الكونفيدنس معايا ولا مش معايا طيب انا بقدر الكونفيدنس انترفال ليه لا عشان اشوف اذا كانت الداتا بتاعتي تتبع التوزيع الطبيعي ولا لا تاني يا جماعه بنقدر الكونفيدنس انترفال التي تيست لا يتم اجراؤه الا اذا كانت البيانات بتاعتي تتبع التوزيع الطبيعي الداتا بتاعتي تتبع ليه التوزيع الطبيعي معايا او الستاندرد نورمال ديستريبيوشن كيرف طيب لو هي ما تتبعش التوزيع الطبيعي هتوقع ايه ان الكونفيدنس انترفال بيبقى اكبر لا اكبر من المين اكبر من الايه من مين يعني ايه اكبر من مين يعني ببعد عن المين واطلع بره معايا هاي مش معايا يا شباب في تيست اتاكد اشوف الكونفيدنس عندي كنت ايه بالظبط عشان اتاكد ان الداتا بتاعتي بتتبع التوزيع الطبيعي ولا لا اول حاجه اقيس بيها ان الداتا بتاعتي بتتبع التوزيع الطبيعي ولا لا لاني مش هعرف اعمل تي تيست الا اذا كانت الداتا بتاعتي بتتبع التوزيع الطبيعي اه يعني لو الداتا ما بتتبعش التوزيع الطبيعي انا هعيد تي تيست ليه لازم اعيد التكرارات تاني واكتر من نسبتها اكتر من التكرارات بتاعتي عشان تواخد تخضع لليه لشكل فاكرين مدرج التكرار اللي انا رسمته ده او بيسموه الفريكوانسي كيرف ده فاكرين يعني لو ده التكرارات بتاعتي وقفت لغايه هنا ودول مش موجودين يبقى الكيرف عامل ازاي كده صح طب لو النص ده موجود والنص ده مش موجود الكيرف يبقى عامل ازاي كده معايا طب التكرارات زادت يمين وشمال المتوسط الكيرف يبقى عامل ازاي يبتدي ياخد شكل النقوص كل شويه ياخد شكل ايه النقوص معايا يبقى الفكره كلها في اللعبه في ايد ايه التكرارات اللعبه في ايد ايه تكرار وارجع اقول لحضراتكم ان الستاندرد ايرور بيساوي الستاندرد ديفيجن على جذر ان اهو يبقى اعمل ايه كل ما التكرارات تزيد كل ما الاس اي ايه يقل كل ما الداتا بقت ايه ريلابل داتا يعني داتا ايه لا بارامترك يعني داتا بتتبع او خاضعه لشكل التوزيع الطبيعي معايا يا جماعه الباي ستاتستكس او الاحصاء الحيوي سنس ملوش علاقه لا باثبات معادلات ولا نظريات انا لا بشرح هنا معادله ولا نظريه انا بشرح ايه تطبيق وحضرتك برضه لازم تتعامل على نفس الايه المنطلق ده في كتاب عربي موجود في السوق الدكتور في كليه زراعه بالعربي عن الاحصاء الحيوي ممتاز جدا معلش اديني فرصة اجيبه بس من على النت واقول لحضراتكم عليه بكرة. كتاب رائع جميل يعني. تمام يعني ممكن انت وشارح في الاس بي اس اس كمان. تمام؟ الكونفدنس انترفال بقى نرجع نشوفها عشان نبقى يعني وفينا. ادي الكونفدنس انترفال. قلنا الالفا خلاص وبعد كده ستاندرد ديفيجن الرينج كوما الكاونت في حاجه غلط هنا لا لا في حاجه ناقصه معلش احنا طبعا ما احناش الات ولا مكن دايما تعتمد على ان يبقى تحت ايدك المرجع يعني اي حاجه في الدنيا ما تعملش نفسك فيها حفيظ اوعى حتى لو انت حافظها المعادلات بالذات لازم يبقى تحت ايدك الايه؟ القانون وده القانون في الاكسل لانك لو من غيره حتى انا نسيت اهو في حاجه نسيها فعشان اتاكد منها ارجع فوق
فوق واتاكد ان انا اللي كاتبه ده ايه صح. لا هي مظبوطه ادي الكونفيدنس مظبوطه. انا لخبطت بينها وبين الستاندرد ديفيجن. كونفيدنس 5 من 100 وبعد كده ستاندرد ديفيجن لرينج كوما الكاونت اللي هو الايه العدد لنفس الايه نفس الرينج نفس الرينج. يبقى ده ايه بستفيد بيه؟ بشوف لو الكونفيدنس انترفال بعيد عن المتوسط يبقى الداتا دي بارامترك داتا، يعني داتا بتخضع للتوزيع الطبيعي. لو ده مظبوط انطلق للايه؟ للتيست، ابتدي اشتغل مع التي تيست. يبقى التي تيست شروطه حاجتين، واحد لازم الداتا تكون خاضعه للتوزيع الطبيعي. اثنين جمع العينات بتاعتك جمع بشكل ايه؟ راندمايز، مفيش فيه بايس تحيز. مفيش فيه ايه؟ تحيز. عملت الشرطين دول ثلاثه كترت التكرارات التيست بتاعك هيطلع ايه؟ 10 على 10. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان انت كل ما تكتر التكرارات تقلل حجم الخطا. انت في هو الستاندرد ايرور تعريفه ايه؟ خطا خارج نطاق التكرار. السمك موجود، في واحد حاطط لك سمكه بلوتو في الحوض بتاعك كاتب لك نص المحصول. انا بضرب مثل يعني اعتباطي يعني. واحد متغاظ منك في التجربه بتاعتك ظبطك. انا اسف ملاش. انت بتضيف جرعه فيتامينز عملت اوفر دوز، ايه اللي حصل؟ سمك مين؟ مات كده. جرعه عاليه عليه، جرعه عاليه عليه قوي طبيعي، شرايينه اتفرتكت تمام، خد فيتامينات كتير، السيوله عليت زياده عن اللزوم، جاله نزيف. ايا كان الخطا ده جاي من ايدك. يبقى في الحاله دي كل ما تكررت تقل يبقى ايه السمك اللي قل ايه؟ مهما كان مات عندك عدد ايه اكبر ايه؟ تقدر فيه. خدتوا بالكم اللمسات دي لمسات فنيه، يعني لو انت عملتها في شغلك هتلاقي نفسك الدنيا تقع. لا الدنيا مش هتقع منك لو انت ظبطت نفسك. يبقى لازم تتاكد ان البيانات بتتبع التوزيع الطبيعي. اثنين لازم تشوف لازم بيانات تكون مجموعه تكون الكوليكشن او طريقه القياس. لا مش كده، مش عشوائيه في القياس. يعني ما بجيش انا بقى ايه والله السمكه اللي فيها علامه سوداء دي حلوه هاخدها واللي ما فيش فيهم العلامه دول مش هقدر فيهم. ده تحيز. او ان انت مثلا ترتب السمك بشكل معين. هنزل دول الصبح ودول بعد الدور دول بالليل. التجربه عامله عايزه مكان، زي اللي عندك مكان ومعنى. عايزين نعمل نربي فيه سمك. عايزين نعمل نربي فيه سمك. يعني احنا كان زماننا شغالين على الميدان في الكليه، كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ جايب حوض سمك كبير وحاطط فيه من 30 ل 40 سمكه تمام معايا؟ وايه؟ وابتدى يقدر بالجرعات المحسوبه زي ما ريفرنس بيقول. وابتدى بعد كده ابتدى ياخد التشو يعزل فيه يعزل منها ايه؟ كميه المبيد اللي ايه؟ اللي اترسبت وصوره المبيد ايه؟ يدخله على اتش بي ال سي ويشوفه هل اتحول لصوره ثانيه ولا بقى على نفس الصوره بتاعته. فانت عايز حاجه زي كده، محتاجين مبيد ومحتاجين. على فكره الملف ده مع حضراتكم. فيعني ما ترغش نفسك في الايه؟ في الكتاب الورق والقلم. طب انت فاضل من الوقت قد ايه؟ يا دكتور محمد ما شاء الله احنا عدينا اهو. دكتور محمد انا يا دكتور انا عارف ان إذا استمر على تحريك الحركة، لازم يستمر في الحركة.